عندنا مكرونه سباجيتي وهنسلقها 3 ارباع سلقه، وتاخدي بالك من 3 ارباع سلقه دي علشان مش عايزينها مستويه زياده، فاحنا هنسلقها 3 ارباع سلقه. هتاخد منك قد ايه 3 ارباع سلقه دي؟ 7 دقائق. 7 دقائق، 6 دقائق، من اول ما تحطيها يعني. عندنا كمان لعمل الكفته هنحتاج نص كيلو من اللحمه المفرومه، ربع كوبايه من البقدونس المفروم، عندنا بصلة مفرومة، 7 بهارات، كزبرة جافة، بابريكا، ملح وفلفل اسود، والصوص المارينارا هنحتاج بصلة مفرومة، فصين ثوم، معلقتين كبار ريحان فريش مفروم، طماطم مبشورة، كوباية عصير طماطم، 2 معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من السكر، زعتر جاف، ملح، فلفل اسود، جزره مبشوره، زيتون اخضر، وده اكيد اختياري. اول حاجه هنعملها ايه؟ احنا هنبتدي بالصوص. ليه؟ علشان احنا عايزين نحط كل مقاديرنا على بعض ني في ني، من غير ما نحمر البصله ولا نديها انها تصفر ولا غلوه ولا اي حاجه. نعمله كده ني في ني ونحطه على النار ونسيبه. تعالوا، عندي هنا الطماطم المبشوره على عصير الطماطم، الصلصة والجزر، كده نجيب البصل والثوم الصوص ده من الحاجات اللي تقدروا ان انتوا تعملوها وتحتفظوا بيها في الفريزر وتستخدموا استخدامات كتيرة قوي. مش قادرة اقول لكم قد ايه بقى، حاجات كتيرة جدا. هنحط السكر، معلقة كبيرة دي ممكن تبقى معلقة صغيرة، طبعا. هنحط شوية من الزعتر وهنسيب شوية كمان للآخر. هحط كمان نص كمية الريحان اللي عندي في الأول وهسيب شوية كمان للآخر. نقلب وهحط كمان شوية خل صغيرين، ممكن يبقوا خل عنب، خل تفاح، خل بلسمك، أو خل أبيض عادي. هعمل كده، هنزل بالملح والفلفل، تعالوا نروح نشوف في ايه تاني هناك. عندنا هنا الزيتون، يلا بينا. الزيتون اختياري، اذا عايزين تحطوا زيتون بس هو بيبقى تحفة يعني. نستخدم بقى الصوص ده في ايه؟ نقفل عليه كده، نغطي يعني، ونسيبه يغلي. مهم جدا عندي انه يغلي على نار هادية من غير ما يقعد يغلي كتير كتير ويتبخر ويتحروق ويضيع طعمه وكل الحاجات. عايزين نحتفظ بكل النكهات دي، فالمفروض ان هو ياخد ساعة، ساعة ونص، ساعتين على نار هادية لحد ما كل المكونات تعمل دورها وزيادة، عشان يبقى عندنا صوص مارينارا حلو قوي، حلو بالزيادة. الاضافات اللذيذة فيه كمان غير الزيتون، ممكن تحطوا فيه بسطرمة، بتدي طعم رهيب، نكهة رهيبة رهيبة. لو عندكم مثلا حتتين بسطرمة كده بتدي نكهة حلوة جدا جدا. فيه مكونات الكفتة بتاعتنا في الكبة، طبعا نقدر نشتغل بايدينا عادي. اخدتوا بالكم ان احنا واحنا بنشتغل في صوص المارينارا ما حطيناش دلوقتي اي مية؟ مش عايزة احط مية خالص، انا عايزة كل المية بتاعة الخضار هي اللي تشغل لي الصوص. عشان كده في الاول تبقى الميه تبقى النار عاليه وبعد كده بوطي النار واسيبه يغلي بقى على نار هاديه. طبعا انا كمان شويه هعلي عليه وهنسى كل الكلام اللي انتوا اللي انا قلته لكم ده. انا ساعه ونص دي هبقى في البيت اصلا، فمش هينفع يعني. انت بقى ساعه ونص ساعتين تسيبيه على النار لحد ما يبقى مكثف كده وريحته خطيره وتحفه وكل حاجه. يلا بينا. اللحمة ساعات في الميت بولز اللي هي الكور دي، الكفتة الكور دي،
بحب احط لها بقسماط، مش دايما ولكن احيانا بحب احط لها بقسماط، وبزود شويه البصل. طالما حطيت في الكبه بس بصل، بس مش ميه بصل، اللي هي التفل بتاع البصل، بلاش الميه. منها بقى ايه؟ نزود الكميه ومنها يدي طعم. هنزل بشويه البقسماط، لو عندك عيش فينو حطي العيش الفينو. مش في كل انواع الكفته بعمل كده، او مش في كل استخدامات الميت بولز بعمل كده، ولكن دي ممكن احب اعمل كده. نحط بهاراتنا، ما تكتريش برضو البهارات قوي، على الهادي كده. ناخد ملح وفلفل، حاضر، يلا بينا. انا عايزاها ناعمه، لما بتبقى ناعمه بتبقى الكره مظبوطه كده. كده تمام، نعمت كويس وتفاصيل البصل مش باينه، مفيش بقى حتت بصل ولا اي حاجه. وبعدين حركه الكبه دي بتخلي ايه؟ يطلع لها عرق، فعشان كده تتكور معانا بسهوله وبلذاذه ولطف. كده ايه؟ الكفته متبله وكله زي الفل. وبعدين نبتدي نشكلها، نشيل بس ده كده، وناخد طبق عشان نشكل فيه. يلا بينا. والله بتعرفي تعمليهم قد بعض انتي وشطارتك، مش عايزاهم اي قد بعض اصلا مش فارقه. حاجه طبعا من الحاجات اللي نقدر واحنا شغالين كده، لو انا عندي كفته بزياده او ناويه اعمل بزياده، يبقى في نفس اليوم انا بعمل ده، بشيل في الفريزر من اللي انا بعمله دلوقتي. لو بعمل كفته اه ممكن اقوم شايله شويه هينفعوني في يوم، حتى لو 4 وحدات 5 وحدات تشيلي، مش شرط كله يتعمل في يوم واحد. كفته خلاص كده شكلناها، هحط شويه زيت، تقدروا تحطوا سمنه، زيت، زبده، مفيش مشكله خالص، ولكن انا حسيت ان طعم اي زيت نباتي هيكون لطيف ومفيهوش نكهه قوي، عشان عندنا نكهات في الصوص بتاعنا. الصوص بقى بنحط له زيت الزيتون برضو كده على الني كده رو. ننزل بقى كده بشويه زيت زيتون حلوين ونقفل. يلا نجيب الكفتة علشان ننزل بيها في الطاسة. انا بس ايه بتشك كده اذا سخنة ولا لا. تمام، مش عايزين نبرد الطاسة قوي، فواحدة واحدة على مهلنا من غير ما نبردها، علشان مش عايزاها تبك ميه ولا اي حاجه، عايزاها تتشمع كده. ممكن تدخلوها تتشمع اكتر في الثلاجه قبل ما تحطوها على النار، ولكن كده ايه؟ تمام. مش عايزاها تعلم برضو، يعني عايزاها ايه؟ تبتدي تمسك نفسها من غير ما تعلم وتاخد مارك من النار. واحده واحده، طول ما الكفته كلها لسه ما استوتش اقدر احط،
لو الكفته في منها جزء استوى اوعي تحطي النيه على المستوي، مضر جدا جدا. فما تعمليش الحركه دي ولا في فراخ ولا في برجر ولا في اي حاجه، ما ينفعش نحط نيه على مستوي، ده ضروري قوي عشان الحركه دي كنا بنعملها زمان واحنا مش واخدين بالنا واحنا مش عارفين ان ده صحيا مضر جدا. فخدي بالك عشان البكتيريا اللي بتبقى موجوده في الاكل دي مضره جدا ان احنا نميكس نيه على مستوي. نقلب الميت بولز بتاعتنا بالشكل ده عشان نديها لون لطيف. هي هتدخل الفرن مع المكرونه مع الصوص علشان تستوي. بقلب بحاجه سيليكون زي ما انتم شايفين، ولا بشوكه ولا بمعلقه عشان تبقى ايه طيبه كده مع الكفته من غير ما تبوظها ولا تهرسها ولا اي حاجه. لو عايزه تديها شويه ميه او شويه صوص تستوي فيهم تمام، احنا هنشوح كويس قوي، ممكن نحط لها شويه ميه صغيرين بحيث ان هي تستوي فيهم. عايزين القالب اللي هنحط فيه المكرونه، هنحط ده على جنب كده بس. انا نسيت صح، فين الابيض؟ اوكي. صح اوكي، هنحط هنا. احنا ما عندناش ريحان ورق، كله اتفرم. طب اديهوني فين؟ اوكي انا شايفه ان هي تاخد لون لطيف من غير ما نحط لها ميه ولا حاجه. هاخد بقى من المكرونه وابتدي ايه اعمل اشكال كده علشان تظبط معانا الشكل. احنا ايدينا طبعا ايه خلاص لابسين جلوفز، نعمل كده كده كده، نسيب مكان لل كور الكفته هتتحط في النص وهتدخل الفرن. اللي عايز يحطها من غير اشكال ومن غير ما يعمل كل القصص دي على فكره عادي جدا. هشيل الكفته من على النار كده تمام، هجيب الصوص جنبي هنا. هي بس المكرونه ايه يلا بينا حطها كده. هحاول اكبرهم شويه الدوائر بتاعتي، عش البلبل كده مثلا. صوص المارينارا اكيد مش جاهز، ولكن احنا اتفقنا انه ايه انا مش هعرف اسيطر على الموضوع ده عشان هو هياخد وقت. فاللي هنعمله ان انا هشتغل بيه عادي، ولكن انت لما هتسيبيه على النار هتسيبيه ياخد وقته على نار هاديه لوقت ساعه، ساعه ونص، ساعتين. المهم ان هو يتكثف ويبقى يعني مش قادره اقول لك قد ايه ريحته مميزه، تبقى ريحته مميزه جدا جدا ومكثف جدا من غير ما تضيفي له ميه كتير في النص. انا بحاول ازود التاتش ده، ثانية نعمل كده وكده. وبعدين هنعمل ايه؟ هنحط الكفتة. شكرا. ادي الريحان كده، هحط بس ورقة ريحان كده عشان تبقى اكسترا ريحان. ايوه 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 هو ده عرفت. نحط الكفته بالشكل ده كده.
ممكن نحط في كل ايه. كانت حلوة. هقول للناس بتقول لي ايه. استاذ حمدي، استاذ حمدي بيقول لي ان النعناع كان على الكوسه خطير وكان حلو قوي. اول مره تاكلها يا عم حمدي اول مره تاتش النعناع. اول مره. طب والله مبسوطه، حلوه قوي. انا سعيده علشان في ناس كتيره قوي كانت بتقول لي لا احنا هنبقى مستغربين قوي موضوع النعناع ده. فاهو استاذ حمدي اول مره يدوقها وقال لي ايه، خطيره خطيره. شكرا شكرا، تسلم. يلا هناخد من الصوص اللي بالزيتون وننزل على الايه، الكفته بالشكل ده كده. عايزين تخلوا الكفته فوق الصوص. تمام، انا حاسه ان هي كانت المفروض تبقى فوق الصوص، صح يا راضي؟ صح، حاسه كده دارتها يعني. بس انا عايزه الكفته نفسها تاخد صوص بصراحه. اوكي، احتمال كبير تلاقوني ايه، قمت حاطه الكفته فوق. يلا بينا ندخلها الفرن شوية كده، حبة صغيرين قوي عشان هي محتاجة لسه تستوي شوية الكفتة. من غير جبنة ولا اي حاجة.